بسم الله. مشاهدي قناة شوف تي في، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مباشرة مع أختكم نادية من إقليم ميدلت. وحنا كنتواجدوا بالضبط في تونفيت، فمرحبا بكل متتبعينا أينما كنتم داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. مرحبا بكم في المغرب العميق تونفيت خوتي، قيادة تونفيت. أشنو كتشوفوا معنا؟ كتشوفوا معنا ثلوج اللي اكيد ملي كنشوفوا هاد التساقطات الثلجيه كنعرفوا بان درجه الحراره كما كنقولوا يعني راها تحت الصفر. يعني الناس او الساكنه اللي تيكونوا ساكنين في هاد المناطق اللي تتكون فيها يعني الثلوج اكيد تيعانيوا من بروده الطقس كل سنه. فمرحبا بكم خوتي، اجيو معنا. فجينا من مدينه خريبكه باش نشوفوا المعاناه ديال هاد الساكنه وديال هاد الناس اللي كيسكنوا في هاد المناطق. فللتذكير حنايا كنتواجدوا في اقليم ميدلت بالضبط في قياده تونفيت. خليكم معنا مشاهدي قناه شوف تي في، بادره رائعه، بادره تستحق التشجيع، بادره تستحق البارتاج باش نقدروا انها توصل للمحسنين وللقلوب الرحيمه ويحسوا بهاد الناس هادو اللي كيعانيوا فعلا في هذا الوقت في كل سنه ملي كيكونوا هاد التساقطات الثلجيه وفي فصل الشتاء. اكيد كتشوفوا حنايا الان كنتواجدوا في واحد ديبو ديال العواد، كما تنقولوا ديبو ديال العواد. لاحظوا معنا بزاف زي مثلا مشوا لخريبكه في الصيف مثلا الناس شنو كتكيل؟ كيكيلوا القمح. هاد السكينه ديال هاد المناطق هادي كيكيلوا العود كما كتشوفوا، خشب التدفئه. اذا فمرحبا بكم خوتي، ونتمنى كل شيء بارطاجي لان بغينا هاد الشيء، هاد الفكره هادي تعم. قبل من نعطي التصريحات، فاول حاجه بفضل الله ما نساوش، قال لك اللي ما تيشكرش الناس ما يشكرش الله. بفضل الله وبفضل هذا السيد اللي امامنا سي بوشتا البوريقي باش حنايا اليوم هنايا، بفضل الله وبفضل سي بوشتا البوريقي باش جمعيه رجاء الخير جات من مدينه خريبكه وجينا معاهم. فقبل كل شيء مشاهدي قناه شوف تي في، لانه هو صاحب المبادره وصاحب الفكره، واليوم بغى باش انه يوجهها لكل المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، باش انهم يبارطاجيو هذا المباشر وتعم الفكره. فمرحبا بك سي بوشتا البوريقي، شكرا لك، لان كما قلت بفضل الله وبفضلك والفكره ديالك باش حنا جينا من مدينه خريبكه مع جمعيه رجاء الخير باش نشوفوا الفكره ديالك ونوصلوا النداء ديالك. فشكرا لك، مرحبا بك. عرفنا بنفسك وكيفاش جاتك الفكره وكيفاش تجبتينا هنايا. مرحبا بنا ومرحبا بكم ومرحبا بالناس تاع خريبكه اللي جاوا حتى هما تكبدوا عن السفر باش يشاركونا في هذه المهمه الانسانيه. فاحنا كنا مغاربه وخصنا نحسوا بعضنا البعض. حنا الحمد لله كنشتغلوا مزيان في القطاع المعدني، كناكلوا الاكل الحمد لله اللي بغينا، كندفاو الوقت اللي بغينا، كنتجولوا في المغرب كما بغينا. لكن بحكم الشغل ديالي لما جيت لهذه المنطقه ديال تونفيت وبالضبط جمعت، انا ماشي من هنا، انا صويري وكنسكن في مدينه خريبكه. الخدمه جابتني هنا، طرفت الخبز جابنا لهنا، وعشت مع هاد الناس، عشت المعاناه ديالهم، شفت كيفاش كيترزقوا. موسم التفاح هو سالا، كيبداو المساكن كيخدموا في القطاع المعدني مياومين او شيء من هذا القبيل. لهذا فلما شفت ان موسم الشتاء وصل المعاناه ديالهم كيفاش كيلقطوا الحطب، خاصه في الدوار ديال تاع العارت اللي بعيد على الحطب، اللي الجبل ديالو ما بقاش فيه هذا، ما بقاش فيه الحطب، ولات الشرطه ديال المياه والغابات كطاردهم قانونيا ومن حقها الى سرقوا الحطب. ملي غنجيبوا لهم هذا الحطب ما عندهمش الفلوس. الا كنا فعلا مغاربه خاصنا نحسوا ببعضياتنا، نحسوا بالام البعض. الا كنا فعلا مؤمنين خاصنا نحسوا بهم. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. فانا درت راسي بلاصتهم، درت راسي بلاصتهم، لقيت بالله العمله الصعبه هي الوقود، العمله الصعبه هي الحطب، العمله الصعبه هي الخشب، ما بقاتش الماكله. يعني كتشوف حتى الحيوان. تصوري انا اطفي حمار البارح شفته، حمار حاشاكم شفته يرتعش من شده البرد، حمار متخلى عنه، ربما كبير في السن او مكسر ما بقى يصلح لوالو، وتلقوه ماليه فين؟ في تونفيت في الجبل. عمري ما شفت حيوان يرتعد. احنا الان في هذا المرحله بالضبط محتاجين هاد الناس الوقود. الو شنو وقع؟ ناقشت مع مجموعه الاخوه المعدنيين المعاناه ديالهم،
قال لي بارطاجيها في الجروب تاع المعدنيين، بارطاجيتها لقيت الاقبال الحمد لله. لقيت واحد الاخ ما بغاش يعلن على نفسه، قلت بسم الله. واحد الاخ ارسل 5000 درهم، واحد الاخ مسكين توا ارسل 2000، ارسلت انا شي بركه. لقينا الحموله الاولى تجمعات، فاذا به النداء عاوتاني ديال جمعيات اخرى ديال المحسنين بحال رجاء الخير بحال هذا، دخلوا تاهما على الخط، شافوا الفكره صافي الحمد لله. وبدات الفلوس كتجي بحال الشتاء، يعني حسينا على ان المغاربه راهم مثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد ما دمت ملكت المبادره نمشي بها حتى انا ناوي ان شاء الله ندير لهم 20 شاحنه. بدينا اليوم بثلاثه ونتمنى ثلاثه اقل من اسبوع، بدينا الاثنين واليوم الجمعه، والبارح كانت تساقطات ثلجيه كثيره حتى ل 11 ديال الليل، فالله نفسها اليوم يوم الجمعه، عطانا يوم الجمعه يعني يوم مشمس، ها الثلج بدا كيذوب وها الشاحنات غادي تمشي، وها الناس تاع الساكنه تاع العاد كيتسناونا، وباقي الحمد لله غنوصلوا لهم هاد المساعده او هاد القافله الانسانيه، هاد القافله ديال التضامن مع جميع المغاربه. لهذا انا بغيت نوجه النداء، حنا ما كنديوش لتعرعرة الصدقه، حنا بغيناها تمتع بالحقوق ديالها، بغينا ما نبقاوش ننوبوا على الحكومه، ما نبقاوش ننوبوا على المسؤولين، لان كفانا بهاد الاعمال. هاد المنطقه غنيه، غنيه بزاف، غنيه بالمعادن، غنيه بالغابات، غنيه الحمد لله حتى بالعنصر البشري ديالها اللطيف، العنصر البشري ديالها اللي كيخدم وكيشتغل وبغي يخدم. ما بغيناش نبقاو نسمعوا بلي هاد المناطق تعد من المغربي الغير النافع، هذه ما بغيناش نبقاو نسمعوها لا في وسائل الاعلام ولا مع الناس المثقفين. المغرب غير النافع، المغرب كله نافع الحمد لله، المغرب كله نافع، وحنا حسينا بخوتنا وبغينا نوصلوا لهم الدفء الى بيوتهم، الى واخا نعطيهم غير جوج قناطر ولا ثلاثه لكل عائله، وهم ينتظروننا على احر من الجمر، فرحانين بهذه القافله جايه من خريبكا، من فاس، من مكناس، من فرنسا، كل شيء ساهم فيها المقاولات المعدنيه. كنتمناو ان شاء الله تعالى ان هذا النداء يعني يخترق المسامع ديال الاذان ديال المغاربه ويصل الى مسامع قلوبهم، وتحرك فيهم العاطفه وحب الخير لهؤلاء الناس، لانهم يحتاجون ومتدمرون من التهميش الاقتصادي. احنا الحمد لله كمقاوله معدنيه بسيطه كنوفروا لهم الشغل على قد الحال، وكنكون رافعه من رافعات الاقتصاد الوطني اللي كنوفروا ديك المنظومه ديال السوسيو اقتصاديه، كنوفروا يعني الشغل لساكنه المنطقه، كنعطيو ديما الافضليه والاسبقيه لساكنه المنطقه هي الاولى في الشغل، حتى لما وجدناش يعني الكفاءات عاده كنطلقوا لمدينه الدار البيضاء او الرباط او فاس او مراكش او شي من هذا القبيل. نعم سي بوشتي، اليوم سي بوشتي البوريقي، اليوم كنشوفوا بالنداء ديالك والفكره ديالك تبارك الله كبرات، وبالنداء ديالك قدرتي تجيب ووصل النداء ديالك للجمعيه بمدينه خريبكا اللي لبوا النداء، وحتى هما المحسنين ديالهم اللي كيثيقوا فيهم لبوا لهم النداء. كما قدرتي النداء ديالك يوصل للجمعيه بمدينه خريبكا وجبتيها اليوم، كيفاش تقدر تجيب محسنين اخرين وجمعيات اخرى عبر هذا المباشر؟ احنا الحمد لله امنا بهذه الفكره، وعرفنا على انها فكره ما نبعاش من فراغ، وما نبعاش من مشروع وهمي، نابعه من مشروع واقعي كنعيشوا الالام ديال هاد الناس. فانا لما وصل النداء ديالي لجمعيه الخير واحييها، لانها اليوم رجاء الخير انا احييها، لان اليوم التبرعات اللي وصلت لهذا المستودع كانت من عندهم، كانت من عندهم، نزلت هي كالمطر، ولو 300 درهم، 1200، 500، 6200 هذا الصباح، يعني دخلوا الفلوس الحمد لله، يعني ما عرفناوش منين جاو، يعني من المحسنين خاصهم غير الثقة، خاصهم الناس اللي تيقوا فيهم، خاصهم المصداقية. احنا الحمد لله يعني اللي في كرشو التبن هو اللي كيخاف من العافية، احنا عندنا الشفافية والمصداقية، كنصوروا عند الانطلاقة وكنصوروا عند التوزيع، ومعروفين عند السلطات، وعزيز علينا بلادنا، وعزيز علينا الشعب ديالنا، وعزيز علينا الملك ديالنا، وبغينا هذه البلاد الحمد لله تزيد لقدام، ما بغيناهاش، بغينا المغاربة كلهم يعني يستافدوا من الثروة ديال البلاد والثروة ديال هذا، المغاربة كلهم ما يبقاوش يعيشوا على الصدقات، حنا كندفعوا كنقوموا لأن هذا العمل إلا ما قمناش به حنا ما يقوم به حتى واحد، وهذه القافلة ما وصلتش في موسم الشتاء ما غادي يوصلها اليوم حتى شي واحد، يعني معناه دوك الناس اللي ما عندهمش الدخل اليومي اللي الدخل اليومي ديالهم صفر درهم ما غاديش يدفع. حنا شفناهم كيلقطوا غير الحشلاف وكيلقطوا لك العواد ديال الزنقه، وما عندهمش وغادي يتوصلوا معنا للتعرعات، وغتشوفوا فعلا بلا هذه القافله الانسانيه وضعت في الناس اللي كيستحقوها. السؤال ديالي سي بوشتا هو الناس دابا الا بغاو يزيدوا معكم محسنين كيفاش يتواصلوا معكم، بحكم انك دابا انت اللي هنايا كتواجد في تنفيت او قريب من هذه المنطقه، دابا اللي بغى مثلا يقول لك حتى انا يا اخي عجبتني هذه البديره اللي درتو، بغيت حتى انا نعاون، اعطوني فرصه حتى انا ندي هذا الاجر، كيفاش يتواصل معكم؟ الحمد لله، يسالونك ماذا ينفقون قل العفو، اللي بغى يساهم شي حاجه مرحبا به. الحساب البريدي ديال صاحب المستودع السي محمد عند كاين في الفضاءات، ممكن نرسلوه من بعد.
ممكن. نعم، ولكن شي رقم الهاتف اللي يتواصلوا معك فيه؟ رقم الهاتف ديالي راه هنا اشارتهم. رقم الهاتف ديالي 06 61 81 91 83، راه هنا اشارتكم. بشويه باش الناس الا بغاو يسجلوه. 06 61 81 91 83. بورقي بوشتى، فاعل معدني يشتغل في القطاع المعدني. يعني نطلب الله عز وجل يجمع قلوبنا على محبته وعلى التعاون من اجل يعني مصلحه هذا الوطن. اللي بغى يساهم يتصل بي مباشره، غادي نوريو القنوات ديال المساهمه وان شاء الله تعالى غادي يعني ما انت كتتواصلوا نيت مع مول حنا ما كيدخلش فلوس الحساب ديالي ولا شي حاجه، نيت نعدل هذا. لما كنتواصلوا بالتوصيل كنتحاسبوا مع مول الديبو، والحمد لله غادي داكشي في الشفافيه. كاين الحساب ديالنا كاين الحساب ديالو، كتكون مصداقيه ودليل. وكاين فضاءات ديال المعدنيين، فضاءات الثقافيه، فضاءات كذا، فضاء ديال شوف تيفي كنشوفوهم ديما، وكنقدروا نعطيو فيهم حتى الحمد لله حتى البيلون حتى كشف الحساب ديال هذه العمليه. تبارك الله عليكم سيدي. الله يبارك فيك والله يتقبل منكم ان شاء الله تعالى. تحياتي لكم. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، فكما قلت لكم سي بوشتى البوريقي كيرجع ليه الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى، باش حنايا كنتواجدوا الان هنايا من بعد ما بدا باحساس بانسانيه الفكره تطورات. تلاحت في جروب مع الاخوان والزملاء ديالو، بداو لقى بان الناس بغاو يديروا هذا الخير، وهي تكبر وهي تكبر وهي تكبر، وصلت الفكره لمدينه خريبكة. واليوم كنشوفوا جمعيه رجاء الخير، الاخت فاطمه والاخت رجاء هنايا في هذه المنطقه اللي ما عمرهم حلموا انهم يجيو ليها. مرحبا بكم في اقليم ميدلت، مرحبا بكم في قياده التنفيذ، مرحبا بكم في جماعه تعرعرت. فمرحبا رجاء، اليوم كنشوفوك في هذه المنطقه والثلج ربما ما عمرك شتيه. اليوم كنشوفوك راكي لان شفتك في الطريق كيفاش فرحانه به. اذا منك اختي رجاء غادي يعرفوا الناس كيفاش وصلتي هنايا، كيفاش جاتك حتى انت باش تساهمي في هذا الخير، لان دائما كنشوفوك سباقه الخير. جمعيه رجاء الخير تبارك الله عليكم دائما حاضرين دائما في التيران. منك غادي يستافدوا حتى المتتبعين والمحسنين كيفاش يقدروا يوصلوا لهذه المنطقه وكيفاش حتى هما يديروا بحالكم. مرحبا رجاء. السلام عليكم. اولا نبغي نشكر قناه شوف تيفي، قناه شاب، في شخص سيدري شحتان والاخت ناديه اللي استحملتي العناء ديال السفر، كنشكروك الاخت ناديه. كنبغي نوجه الشكر للمحسنين جمعيه رجاء الخير اللي قدرنا نوفروا شاحنه، هذه ساهمت بها الجمعيه بفضل المحسنين، شاحنه كيف ما كتشوفوا الاخوان، وكنوثق حتى المحسنين. يعني كنعرفوك نتوما جمعيه رجاء الخير ما عندكم لا دعم لا والو، عندكم محسنين كيثيقوا فيكم. الحمد لله. كانت البادره كنبغي نشكر فيها الاخ بوشتى البوريقي اللي ربط بين الاتصال، وكان هو اللي كينسق ما بين وما بين الجمعيه اللي في تعرعرت وما بين السلطات. مشكور. لبينا النداء كيف ما قال، حنا مغاربه وطنيين كنحبوا الملك ديالنا، نديروا يد في يد، وخصوصا هاد الناس محتاجين. كنوجه الشكر ديالي دائما للمحسنين اللي كيتيقوا فينا. كنبغي نوجه الشكر للاخ اللي مشيت باش نكري عنده السياره، سي عبد الرحيم، قال لي فين غادا، قلت لي راني غنمشي لتيفلت، قال لميدلت، عطاها لينا تونفيت، قال لينا هاكوها فابور، تعال هو بغى يساهم. مشكور من هذا الباب، وكنشكر كل واحد ساهم، وكنشكر المحسنين اللي كيتيقوا فينا. بغيت نقول لهم بان التبرعات ديالكم كنت كنرسلها في البوسطه لهذا السيد ديال المستودع. يعني مول هاد الديبو هذا اللي من كتصيفط مباشره. رسلت ليه الفلوس البارح واليوم، والحمد لله استطعنا نكملوا ليه مبلغ ديال 10000 درهم. انا دائما كنقول المبلغ علاش، ماشي باش تكون الثقه. الاخت ناديه، الناس اللي مسخره اليوم، راه كان فيرسي ب 100 درهم، فيرسيت ب 1000 درهم، فيرسيت ب 500 درهم، فيرسيت ب 1400. كان المبلغ الكبير اللي توصلت به البارح حتى الليل هو 54000 ريال من واحد محسنه، طلبوا الله الشفاء ليها. كل النداء للناس، لان شفت المعاناه، ومازال الاخت ناديه غتمشي معنا تشوفي الدوار اللي غيتعطى هذا. يعني بصح يستحق ان نكونوا يد في اليد. ما كرهناش نجيب مواد غذائيه، ما كرهناش التغطيه، ما كره هذا الدوار خاصه كل شيء. حنا قدرنا نوفروا جمعيه كنقولها دائما بالمحسنين، قدرنا نوفروا هذه الشاحنه الاخت ناديه، هذه اللي قدرت توفرها جمعيه رجاء الخير. ونطلبوا الله، حنا كيف ما قلنا الاخ بوشتى قال 10،
انا كنقول لي 20 30 40 ما كرهناش يزيدوا تكاتفوا ويزيدوا كيف ما اللي بغى يتواصل مع الجمعيه ولا الاخ بوشتا راه غيعطيه النمره كونس ديال هذا السيد اللي اقرب منطقه لهذا الدوار هو هذا السيد هذا لان ما بغيناش نجيو من اخرين بقى بالشاحنه وهذا هذا كان اقتراح ديال السي بوشا مشكور من هذا الباب. لقيته تبارك الله هو موجد كل شيء منسق مع السلطات منسق مع الجمعيه منسق مع كل شيء وهذا بدور ديالنا حنا خصنا نكونوا حنا مسلمين تكافل والتآزر حنا خصنا نكونوا بعضياتنا لان هاد الناس حنا في خريبكا كنقولوا البرد كاين ولكن راه هنا راه سبحان الله راه واحد البرد راه ما شاء الله راه البارح كانت الطرق محبوسه واليوم الصباح اليوم الحمد لله الحمد لله اني يعلم في قلبكم خير يوتيكم خير. نطلبوا الله عز وجل هذه الصدقه تكون رحمه للوالدين وصدقه يا ربي تقبلها الجميع وشكرا للمحسنين لجمعيه رجاء الخير كنشكرهم ومازال كنطلبهم وكنترجاهم يعاودوا يرجعوك يقول لك عاود سير عمري لنا شي كنترجاهم وما كرهتش محسنين اخرين لان هاد المحسنين شويه كثرت عليهم يسمحوا لي لان هانتوما ما تقولي لهم سمحوا قول لهم سعداتكم لان البارح يعني سبحان الله العظيم يعني المحسنين ماشي بزاف ولكن تيشوفوا حتى هما عندنا حتى حنا حالات خريبكا حكيني حالات الاختنا دي راك عارفه جمعيه التخصص ديالها الايتام راه عندنا حالات نطلبوا الله عز وجل الله يتقبل والله الا هذا الشيء كيفرح كتلقاي مازال كاين هاد الخير ومازال هادو هما بالناس حنا واقفين بكم باش واقفين ونطلبوا الله عز وجل الله يتقبل نخلي الاخت فاطمه مرحبا فاطمه اول حاجه بعدا كي جاتك المنطقه وكي جاتك تونفيس وكي جاتك الطريق ربما اللي ما عمرك ما جيتي ليها الحمد لله مهم جيتي لها الخير اولا السلام عليكم الاخت ناديه اللي تبارك الله عليك من هذا المنبر كنبغي نشكرك وتنشكر حتى المدير شحتان السيد شحتان اش غادي نقول لك الاخت ناديه المنطقه تبارك الله غزاله زوينه ولكن الناس من هنايا محتاجين بزاف التدفئه من هذا المنبر تنبغي نشكر لا بحكم انك ما عمرك جيتي للمناطق الجبليه عجبات الحمد لله ولكن المعاناه ديالهم مع فصل الشتاء قاسحه قاسحه بزاف كنشكر الاخ البريقي بوشتا مول الفكره الله يجازيه بخير والله يثبت الاجر ديالو وحتى حنايا راه كنتحركوا باسم ديال المحسنين اللي هما تا هما مساندينا دائما بحالك بحالهم انا الاخت ناديه تنتي صباقه تبارك الله الخير وكنقول لهم الله يجازيهم بخير كما قالت الاخت والاخ هادو ثلاثه حنا هالشاحنه ديال جمعيه رجاء الخير وما كرهناش تكون 10 او لا 20 ومن هذا المنبر يشوفوا الناس ويعاودوا يتفكروا هاد الناس مساكن اللي هما في حاجه ماسه للتدفئه راه ما كيفكروش في شي حاجه اخرى يعني حنا ملي كنسولوا الاخ بوشتا قال لك هما كيستحقوا بزاف غير للتدفئه التدفئه اللي كيفكروا فيها كاينين الناس اللي ما عندهمش واش غادي نقول لك ناديه اختي باش ما نطولش عليك الله يتقبل الجميع والمحسنين وكاع اللي كان سبب في هذا الخير ان شاء الله تبارك الله عليك الله يبارك اذا مشاهدي قناه شوف تي في فللتذكير حنا كنتواجدوا في اقليم ميدلت بالضبط قيادات تنفيت اللي كتلاحظوا معنا يعني الثلوج اللي كانت البارح تساقطات هنا بهاد المناطق الجبليه اللي كتشوفوا معنا فعلا كما قالت الاخت منطقه رائعه لان ممكن تجي ليها في السياحه ولكن ما غاديش تفكر تجي ليها في هذا الوقت هذه الا الا بغيتي تجي دير الخير مع هاد الناس الا الا بغيتي تجي تحس بهاد الناس الا الا بغيتي تجي تقدر تساهم وتعاونهم باللي قسم الله لان فعلا كيعانيوا في فصل الشتاء. اذا لاحظوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في فاحنا كنتواجدوا في قياده تنفيت في هذا الديبو هذا اللي فيه هذا الخشب ديال التدفئه تبارك الله ما شاء الله بفضل الله وبفضل المحسنين اللي في اقل من اسبوع تشرجوا ثلاثه ديال الكاميونات كما كتشوفوا معنا لاحظوا معنا لاحظوا معنا خوتي جوج كاميونات دابا راه تشرجوا وبقى وحده راه مشات ليها الاخرى اللي راه كتشرجا اذا مرحبا بك اخي عطينا شي كلمه انت كتواجدوا وسط الثلوج لابسين لي بوطات ديال الميكا لاحظ الله مرحبا بك سيدي عرفنا بنفسك السلام عليكم كنشكركم اولا انتم اللي عانيتوا في هذا السفر وفي الطريق وتكرفتوا وجيتوا انتم على الجمعيه رجاء الخير ديال بني ملال الله يجازيكم بخير وربي ديال خريبكا الله يربي لي غادي يخلصكم انا محمد ابو تيح فاعل مدني انا اول ما سمعت النداء ديال الاخ بوشتا بوريقي
لونصافي واحد الفضاء ديال التنسيقيه ديال الجمعيات المدنيه، لبيت الطلب واتصلت به ونسقت معاه قلت ليه بادره طيبه، لانني بحكم انا ولد المنطقه تنعرف الدوار ديال تعرعت من المناطق، واخا تسمع منطقه تنفيت فيها الغابه ولكن هذا الدوار بالاخص ما عنده لا غابه لا والو، انا عرفته ومشيت ليه وعاوشت المشاكل ديال الناس ما عندهمش العود مساكين، مازال كل شيء يصبروا ليه كما قلتوا لي في التصريحات ديالكم الا العود، وهذه بادره طيبه ودرنا فيها اللازم واللي قدينا عليه، والله يجازيكم بخير، وكنتمنى بحال هذه المبادرات تكون هذا كيوثق المواطنه والاخوه ما بين المغاربه ديال الداخل وديال المغرب العميق وديال الجبال، ملي كتحسوا شي واحد تفكر فيهم ولا شي مبادره راه تكون بادره طيبه، ونتمنى باش هذا الشيء يتكرر ويعاود يتكرر، والله يجازيك بخير اختي على هذا المبادره. انتم من اهل الجزائر والله الشكر لكم انتم، ما نساوش خوتي لان الاخوان المعدنيين حتى هما راهم ساهموا وعاونوا من بعد ما دار النداء سي بوشتا البوريقي اللي حتى هو مع هاد المعدنيين. نشوفوا كيفاش تيشارجيو الكاميون. سي بوشتا عندك شي اضافه تبغي تضيفها لخوتك للمحسنين؟ بغينا يجيو يديروا يد في يد، بغينا يجيو عند تعطوهم مثلا يتصلوا بك برقم الهاتف وتعطيهم نيميرو دو كونت ديال هذا السيد هذا صاحب هذا الديبو هذا ديال العواد ويتواصلوا معاه ويعيط لك يقول لك كملت لي المبلغ الفلاني ولا هذا، ويبقى التنسيق معاك ومع مول الديبو ومع السلطات ان شاء الله حتى تزيدوا توفروا كميوات اخرين، ونشوفوا حتى شي واحد ما يموت بالبرد، كل شيء يدفع مع وليداته. نرجع نمشيو لحدا الكاميون، وإلا عندك شي إضافة سي بوشا، بغينا للمحسنين يزيدوا يكثروا، بغينا الفكرة تعم، ماشي غير هنا، يعني كاين مناطق أخرى، فكروا في هذه المسألة هذه، راه أي منطقة اللي فيها تساقط ديال الثلوج، يعني نفكروا فيهم خوتي. وهذا نداء الأخرى. نعم. بلاتي أنا غادي نعطيكم، بغيت نشوف كيفاش كيشارجوا مساكن هاد الناس، لاحظوا معنا حتى هاد الناس هادو الله يسهل عليهم، اللي كيشارجيو في الكاميو فبرودة الطقس والثلج يعني طيح على هاد العواد هادو. ربي يعوينكم الله يعاونكم والله ييسر ليكم. يعني هادي الكاميو الثالثة خوتي دابا اللي راه كتشارجا دابا في هاد الأثناء، ثالثة الله يرزق ليكم صحيحتكم والله يعاونكم مع هاد البرد ومع هاد الثلوج ويعطيكم صحيحتكم يا رب. هاد الناس هذه هي لقمة العيش ديالهم، كيشارجي كاميو كياخذ اللي قسم الله يدي العشاء لوليداته، كل واحد كيفاش ربي مسخر ليه كيفاش انه يقلب على لقمة العيش. طلبوا الله سبحانه وتعالى ييسر لهم الامور يا رب. سي بوشتا شي اضافه؟ اجي. وبكل صراحه يعني هذا العمل عمل انساني وخيري، وكنتمنى جميع المغاربه يشاركوا فيه. راه درهم كما جاء في الحديث درهم سبق 1000 دينار، عندك جوج درهم انفقتي درهم يعني وانت محتاج لهم بجوج، الله عز وجل ما غاديش يضيعك، ما نقص مال من صدقه، الله عز وجل غادي يفتح لك ابواب الرزق. هذا النداء ما خصوش يتوقف في المغرب كله، ماشي احنا عثرنا على تعرعات، هناك تعرعرات في المغرب، تعرعرات في المغرب اللي كيعاني والالم ديالهم كنحسوا بهم، لان الا ما حسيناش بالالم ديالهم احنا ماشي مواطنين احرار. المواطن الحر هو اللي كيحس بألم خوه وكيبغي له الخير كما كيبغيه لنفسه. هذا العمل خاص يبقى مستمر، لكن النداء ديالي للمسؤولين والحكومه باش تهلا في هذه المنطقه، منطقه غزاله، منطقه ما شاء الله الجو فيها واخا كيبرد كيجي واحد الوقت اللي كيبقى فيها معتدل واخا في الصيف. يعني هنا الناس اللي كيعانيوا من الحراره في الصيف، الرشيديه في الصحراء في كذا، كيجيو لهذ المناطق ما شاء الله كيبقى فيها الثلج حتى شهر خمسه. علاش ما دارش ليه واحد العنايه؟ واحد العنايه ودار فيها السياحه الشتويه، وداروا فيها دي زوبيرج ودي زوتيل والطرقان يعمروا بالقهاوي والسياحه الداخليه ويديروا اثمنه مناسبه ويديروا واحد الكابل تيريفيريك فين يطلعوا الناس يتجولوا ويتجولوا. بغيت التفاته ديال الحكومه تستثمر، هذه هي السياسه المواطنه كما جاء في الخطاب المولوي السامي اللي مازال ما كنشوفوش كيتفعل، كيقول لك اي سياسي واي مسؤول خاص تكون السياسه ديالو للوطن ومن اجل الوطن ولا شيء غير الوطن. حنا في السياسه احنا دابا في التعرعات ما كنشوفوا حتى شي سياسه مواطنه، ما كنشوف والو، تهميش ما كتطبقش ابدا، مشاريع ما كتمشيش حتى التيرمينيز ديالها حتى لوفون ديالها، ما فهمناش. هذه المنطقه خاصها عنايه خاصه، خاصها من الروعه بمكان. انا عجباني
واخا ما يعني كتنسيني حتى في مسقط راسي، وعشت معاهم وعشت الالام ديالهم. يعني السياحه الشتويه هنا بامتياز، لي كابل تيليفيريك كيجيو الناس من الدار البيضاء، من الرباط، من مراكش، من برا كيجيو الناس باش يديروا تسلق الجبال، لان هذه المنطقه قريبه لجبل العياشي. نعم. كيمشيو لجبل العياشي من اجل تسلق الجبال، ما كيلقاوش لي زوبيرج، كاينه اوبيرج وحده يعني في تاع عرعرت. علاش ما داش واحد العنايه سياحيه لهذه المنطقه؟ والى جوار ذلك ما التفتوا الاخوان ديالنا، لانهم الان مهمشين، لانهم كما قالوا ناس الغيوان راه عايشين عيشه الدبانه في البطانه، لا فلوس لا حتى شي حاجه، يعني الدخل ديالهم اليومي زيرو درهم. كان احنا كيبقاو فينا كياثروا فينا. تصوري دخلت الصيدليه انا ضربني البرد، كيعطيني ان انتيبيوتيك افيكاس اغلى ما عندك عطيه لي، راه خايفت. يعني دخلت واحد المره قالت لي عطيني شي دواء رخيص ما يفوتش 20 درهم واش ما تبقاش فيك. هي مريضه وبغات تعالج ولكن كتطلب ارخص ما يمكن في ذاك الدواء. حسيتي بهم اش بوشتي؟ لا، الرساله وصلت. يا الله، فعلا اخي حسيتي بهاد الناس، فعلا اخي النداء ديالك كان نابع من القلب، فعلا اخي من اللي خرج ذاك النداء ديالك من القلب راه وصل للقلب ديال المحسنين. واليوم مره اخرى كنقولوا يا ربي زيد يوصل المحسنين عبر قناه شوف تيفي اللي هي قناه الشعب. معنا الحمد لله عمر ربي ما خيبنا، كنجيو غير في الخير، وضربنا كيلومترات باش نجيو نحضروا معاكم لهذا الشيء باش نوصلوه للمحسنين ان شاء الله. ونتمنوا باذن الله يزيدوا يكثروا المحسنين، وكما قلتي ماشي غير هذه المنطقه، بغينا يفكروا في هاد الاخوان. كل واحد كيعرف شي حد في شي منطقه بحال هكا كيحاول يدير شي مبادره، كل واحد كيعرف شي جمعيه في شي منطقه اللي قريبه لهاد المناطق يحاول انه يفكر فيهم ويدير هاد البادره، لان كما قال ماشي غير هاد المنطقه تاع عرعرت اللي كاينه، تاع عرعرات هما كاين اقليم ازيلال، كاين اقليم ميدلت، كاين بزاف ديال المناطق اللي كتعاني خوتي. فوالله يعني شفتوا الدمعه ديال هاد السيد سي بوشتا البوريقي اللي هو ما عديني، يعني حتى هو جا طرف الخبز اللي جابوه لهنا، هو ماشي من هنا، هو من اصول من منين اصيل؟ من الصويره، ولكن كان في خريبكه، سكنه في خريبكه، وطرف الخبز جابو لهنا بحكم العمل ديالو، عاش مع هاد الناس، لمس الطيبوبه ديالهم، لمس الكرم ديالهم من والو ما عندهمش هاد الناس، لمس المعاناه ديالهم وعاش المعاناه ديالهم وحس بهم ودار نداء. كانت فكره طورت النداء وصلت للمحسنين. اليوم كنشوفوا ثلاثه الكاميوات كي يتشارجاو باش غادي يمشيو لتعرعرت. اذا غادي نذكركم برقم الهاتف ديال السي بوشتا البوريقي اللي بغى يتواصل معاه، ما هو الا واسط خير، ما تعطيوه فلوس، ما يشد فلوس، ما حتى حاجه، غادي تتواصلوا معاه هو غادي يصلكم مول هاد الهري، مول هاد الديبو هذا ديال العواد. سميتو سي محمد ابعدوش، ابعدوش انت دابا ابن المنطقه ياك؟ هو سميتو سي محمد، عطيه الاسم ديالو. نعم اختي، كما قلتي في النداء ديالك هذه المبادره ما خصهاش توقف. حنا كمعدنيين حنا ما كنشدوا حتى حاجه، حنا ما كنشدوا لا فلوس لا والو، حنا يوصل ها صاحب الديبو ها الرقم ديالو، ها السي بوشتا يصيفط رقم الحساب ديالو، اللي باغي يساهم شي حاجه راه كيتوصل بها مول الديبو. هو رجل ثقه، راه كما دارت جمعيه الخير رجاء الخير ديال خريبكه الله يجازيها بخير، كيتواصل معنا وكيتم الشحن ديال هذا الشيء وكتوصل للناس اللي كيستحقوها. هذا الشيء كله واضح وباين وما فيه حتى شي حاجه. سميتو سي محمد؟ سي محمد ابعدوش، هو مول هاد هو صاحب هذا المستودع هذا. هو هذا تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. غادي نحاول ندير غير تذكير بالنسبه انتظروني خوتي يسالي سي بوشتا المكالمه ديالو، غادي نحاول ندير لكم تذكير بالنسبه لرقم الهاتف ديالو. كيبغى يدير يديه في يديه وديروا كاملين يد في يد ان شاء الله، ونحاولوا اننا نزيدوا نشوفوا كاميوات اخرين كيزيدوا يتشارجوا ويمشيوا للمناطق والبوادي واللي محتاجين هاد الخشب ديال التدفئه خوتي. نعم شي دابا وسيله النقل ديال الدواوير فين كي وسيله النقل باش غادي يطلعوا دابا للدواوير. نعم كيفاش تعانيو مساكين راه جاو دابا باش يتكداو ما ياكلوا مساكين، غادي يمشيو في هذيك الصافيط راه كيسكنوا في الدواوير في الجبال. وتنطلبوا من المسؤولين ومن الناس ديال اللي مسؤولين على هاد القطاعات هادو شويه الالتفات على هاد المناطق. هاد المناطق راه كيعانيو وفي صمت، وهم وطنيين الى النخاع، ولكن راه تيعانيو مساكين في هاد المناطق ديال البرد. خص الطرقات، خص المسالك ديال الطرقيه تصاوب، خص شويه الالتفاته من الدوله. كاين الموارد ديال هاد المنطقه بحال هاد الخيرات هادو، كاين
السياحه كما قال الاخ قبيله، السياحه الجبليه وبالاخص هذه هي النقطه دي. عندهم موارد بسيطه، شي هاد الفلاحه راه تشيره صغير قليل، تشيره ما تكفيهمش القوت اليومي ديالهم. راه الناس كتضطر تهاجر، راه واحد دابا هاد المنطقه راه تقريبا 50% راه مهاجره من هاد المناطق، راه تيهاجروا الناس للمدينه بهاد الظروف. وتنطلبوا من المسؤولين يديروا شويه الالتفاته لهاد المناطق هادو باش الناس تحسن شويه الوضعيه ديالهم. وشكرا اختي. تحياتي. سي بوشتا تعاود معايا رقم الهاتف ديالك غير بشويه باش نخليه للمتتبعين ديالنا، جزاك الله بالف خير. فخذوا رقم الهاتف خوتي احتفظوا به، موجود دابا باش تساهموا، ما موجودش عطيه لواحد اخر، ساهم عاون باللي قسم الله بالبارطاج كذلك. بغينا هذا المباشر يوصل للناس اللي تقدر تساهم ماديا للقلوب الرحيمه، وتكون ان شاء الله انت واخا ما عندكش فلوس باش تعاون، غير بالبارطاج ديالك راه تقدر توصل هذا المباشر وهذا النداء للقلوب الرحيمه والناس اللي تقدر تعاون ماديا. رقم الهاتف ديال سي بوشتا البوريقي 06 06 61 81 91 83 نعاودوها سي بوشتا 06 61 81 91 83 اذا مشاهدي قناه شوف تي في، شكرا لسي بوشتا البوريقي، شكرا للمعدنيين لان من عندكم نبعث خرجت هذه الفكره، شكرا لجمعيه رجاء الخير اللي جيتوا من مدينه خريبكه باش انكم تنتم تساهموا، شكرا للمحسنين اللي كيثقوا فيكم كنقولوا لهم ها هو يعني نمشي نوريهم نرجع نعم واختي اجي نمشي لحدا الكاميون اللي جات من خريبكه اللي وفرت او اللي وفروا المحسنين مع جمعيه رجاء الخير من مدينه خريبكه خوتي. فالمحسنين اللي ساهموا وتقوا جمعية رجاء الخير كنقولوا لكم فلوس اللي صيفطتوا ها هما في هذا الكاميو هذه غادي تساهموا باش تدخلوا الدفء لشحال من اسره، جزاكم الله بالف خير. خليونا بحال هكا هذا الدفء العائلي اللي ولينا كنحسوا مع بعضياتنا، هذه المساهمه، هذه المساهمات، هذا التضامن، هذا التآزر، الاحساس بالاخر. كتكون خارج ارض الوطن ولكن قلبك مع خوتك، تتكون انت في واحد البلاصه مغطي دافي بالشوفاج ولكن قدرتي تحس بهاد الناس. اذا فشكرا لكم، حمدوا ربي وشكروه. قبيله جمع رجاء الخير قالت كنقول اسمحوا لي المحسنين، انا قلت لها لا ما تقوليش اسمحوا لي المحسنين، بالعكس قول لهم سعداتكم يا المحسنين، خصهم يشكروك انك وريتيهم فين يديروا الخير، ماشي نقول لهم سمحوا لي. راه ملي غيشوفوا هذا الشيء هذا راه هما غيقولوا لك شكرا لك وشكرا لكل واحد وصل لنا هذه الفكره وعطيتونا فرصه نعاونوا. المحسنين خصهم يهزوا دابا كفوفهم لله ويقولوا يا ربي حمدناك وشكرناك، يا ربي سخرتينا لهذا الفعل الخير، يا ربي جعلتينا من الناس اللي كتسخرهم باش يديروا الخير. هما غادي يشكروا الله ويحمدوه ويشكروه. شي اضافه رجاء قبل ما نهي المباشر؟ بالاضافه الاخت كيف ما قلتي بغيت نشكر المحسنين ديال الجمعيه اللي كيثقوا فينا، وكنبغي نوجه نداء للمغاربه. وبالمناسبه الاخت راه كاينين الناس الجاليه اللي تفاعلت معايا، كنبغي نشكرهم من فرنسا ايطاليا، يعني اللي دائما صراحه كنوجه لهم النداء كيلبيو الطلب. وبغيت نقول لهم ها فلوسكم فين كتمشي، وكيف ما فيرسيت للسيد راه اللي كيعطيني شي امانه هما راه عارفين كنعطيهم طبيعه الحال. العمل خالص لوجه الله الكريم، ماشي كنتصوروا رياء، كنتصوروا للتوثيق وباش نشجعوا الناس. حنا بغينا نشجعوا الناس اللي تقوا فيكم يشوفوا كيعرفوا فلوسهم فين مشات. وحتى ما كرهناش تعمم هذه المناطق، راه كاينين المناطق بزاف كاينين في المغرب اللي حداه شي منطقه جمعيات ولا المحسنين انه يدير بحال هذه المبادره. نطلبوا الله عز وجل الله يتقبل، وجمعه مباركه والله يشافي كل مريض. وشكرا اخت ناديه. اذا تحياتي سي بوشتا. نعم فعلا شوفوا خوتي الترونسبور ديالهم كيفاش داير باش انهم يطلعوا دابا للدواوير. ياك سي بوشتا دابا هو الترونسبور، يعني هذه صوره طبق الاصل المعاناه ديال هاد الناس. واش حنا اللي بغينا نجيو من الدار البيضاء الرشيديه كنسافروا بهذا الشكل بهذه الطريقه؟ شوفوا في بورت باجاج شنو فيه، بورت باجاج كنديروا فيه البهيم الماعز، فيه البشر، شوفوا الناس كيفاش كيتزاحموا. وما كاينش بديل هاد الترونسبور، لا ما كانش السوق كيما كيقولوا ما يقومش باش يجيبوا داك القوت اليومي، باش يجيو يجيبوا القوت ديال القوت ديال يعني اليومي ديالهم، وباش يشريوا يعني الحاجيات ديالهم. ولا مشى حتى يطيح حتى الجب واحد الكثافه كيبقاو معزولين. كيوليو معزولين، خاصك يلقمح البريكه باش يشعل، خاصك بطاقات خاص تكون عنده 4 5 6 اللي تكفي شهر، خاص يدير وقود كانه في حرب، كانه العود خلاص العود الى ما عندوش مسكين ما تكفاش حتى 2000 درهم
في الموسم ديال الشتاء خاصو 2000 درهم 2500 درهم كل عائله، لان يوميا الحطب خاص يبقى يشعل في ديك الدار يوميا 24 ساعه ما ولا هكا على الاقل بعدا في الفتره ديال الصباح. شوف راه صراحه 24 ساعه انا راه بنت المنطقه وعارف. المهم على كل حال حنا بغينا ملي شفتوا هذه الصوره، الصوره تبقى الاصل للمعاناه ديالهم، لهذا رجاء خاصنا نهتموا بهذه المناطق. راه المغاربه كاملين خاص يكونوا سواسيه امام الحق والقانون وامام توزيع الثروات. لا يعقل باش تستافد يعني مدن كبيره وما تستافدش هذه المناطق وهي اهله، هي مؤهله. هذا خاصها غير التفاته، اولا التفاته مولويه كريمه والتفاته ديال الحكومه بالتشمير على سعيد الجد والاجتهاد باش نجعلوا من الوطن ديالنا الحمد لله بحبوحه، بحبوحه ديال الجنه. المغرب ديالنا راه رزين، فيه خيرات تحت الارض وفوق الارض وفي البحار في السماء وفي الارض، وعندنا عنصر بشري زوين الحمد لله. شوف التلاحم اللي كاين دابا بيناتنا، يعني كنحسوا بالام البعض. حنا هذا الشيء كنديروه لوجه الله سبحانه وتعالى، وكنفرح الحقيقه. انا ما كنفرحش بزاف، لان الا مشينا الا مشات هذه القافله شكون غادي يعطيها لهم الشهر الجاي؟ شكون غادي يتفكر لهم؟ من هؤلاء التكالى واليتامى والاراميل والناس اللي عايشين تحت خط الفقر والهشاشه، شكون غادي يتفكرهم؟ لهذا ضروري والمسنين والحمير حشاك تشوفيهم كيفاش كيتجولوا. البارح انا اثر فيا حمار يرتعش، علاش ما دارش ليها جمعيه رفق بالحيوان وتهز يديو غير يذبحوا ويعطوا السبوعه في حديقه الحيوان، يديو لشي منطقه اخرى وما يخليوش هنا في تونفيس. كيحط فمه في الارض كيلقى الثلج يرتعش، ما يعني ما عندناش حتى حق البغله في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي قال لهم والله لو عثرت بغله بالعراق لخشيت ان اسال لما لم تسوي لها الطريق يا عمر. حنا الطرق ديالنا مخربقه، السياسه ديالنا في شكل، يعني الطموحات ديال الشعب السقف ديالو عالي والسياسه ديالنا باقا هشه، ماشي مواطنه. لهذا كنوجه النداء للمسؤولين اللي صوتنا عليهم ووصلوا باش يمثلونا باش ينفذوا الميثاق اللي عهدونا عليه. حنا راه باقي ما وصلنا من عندهم والو مع الاسف. تحياتي. اذا نعم تفضل سيدي. اختي هذه واحد الكلمه في حق هاد المدنيين، هاد رساله كنوجه لها للمسؤولين والوزاره الوصيه على هذا القطاع، باش تحس ملي كتصعد ملي كتصعب علينا شي مسطره وتنعاني وفي المساطير باش نوصلوا لهاد الناس، كيفاش كنعيشوا معاهم المسؤولين؟ راه كنتقاسموا معاهم المشاكل ديالهم، كنوصلوا الطريق حتى لعندهم، مريت شي واحد كنجيبوه بالليل، راه كنتعاونوا معكم. ولمالا علاش ملي كنجيو حنا للاداره ولا لشي حاجه تلقاو المشاكل باش نوصلوا هاد الناس؟ حنا راه كنعاونوكم، راه تنديروا الادوار اللي تديرها اللي خص ديرها الدوله وحنا كنديروها. ملي كنوصلوا لشي منطقه في شي جبل وكنخدموا الطريق حتى نوصلوا لشي واحد اللي لقيناه مريض بالليل، راه كنضطروا نفيقوا بالليل ونديماريو طوموبيلتنا ونهزوه، راه ما يمكنش نسمحوا فيهم. اللي شفناه راه كنتعاونوا معاكم وشكرا. إذا مشاهدي قناة شوف تي في غادي نعاودوا نتلاقاو إن شاء الله في مباشر آخر. دابا غادي نمشيو إن شاء الله مع هاد الكاميونات هادو اللي تشارجوا، غادي نمشيو لتعرعرت. ياك تعرعرت فين غنمشيو؟ تعرعرت خوتي واحد الدوار، ومن تما إن شاء الله غادي نعاودوا نديروا لكم مباشر آخر، تشوفوا معنا المعاناة ديال هذاك الدوار وتشوفوا معنا يعني الفرحة ديالهم بهاد الخشب ديال التدفئة. ونتمنوا ان شاء الله انكم تبارطاجيو هذا المباشر وتعم الفائده، والله يجازي كل محسن، الله يجازي كل واحد سام في هذا الخير، الله يتقبل لكل واحد. الى هنا دمتم في رعايه الله، الى اللقاء، نتلاقاو في مباشر اخر في تعرعات. السلام عليكم.